يلا اختار الصورة يلا. وهذه اليمين واليسار؟ هذه. هذه يلا بسم الله جيبها. ايوه الله ترت ترت. وش هذه؟ هذه ايوه حلا ولا حلويات؟ يعني شوف هو المعد وده ان يقول هي حلويات، واتوقع ان هي حلويات. هي حلويات. حلويات. وش الحلو في الحلويات؟ الحلو في الحلويات انك لما تاكلها كذا الحلا يوصل للعروق والقلب تتمتع. الله. ثاني شيء نعم. تاكل تحس باسترخاء وتدخل في عالم عجيب من الحلوى. من الحلوى من نعم الحلوى. والميزه كمان برضو حاليه حال تسعد بس تكون مكشر تاكلها بقلبك على طول ابتسم. صح. تصدق انه فعلا يقول القهوه والشوكليت من الاشياء اللي تجيب السعاده. يقولوا انا ما ادري. ادخلوا وتاكدوا من جوجل. ايوه يمكن اشاعات يمكن لا. ايوه يعني هذه الاشياء الحلوه. من الاشياء الحلوه كمان انه تعطينا طاقه. يعني فيها سكريات؟ في سكريات شوي بس اذا كثرنا فيها تجيب لنا بعض العضلات. لا هذا مو حلو. خل بعد هذا مو حلو. خلنا في الحلو دحين. هي فيها سكريات صح؟ صح. السكريات تعطي ايش؟ تزيد طاقة. تعطي طاقة يا سلام. ايش اللي مو حلو؟ اللي مو حلو لما تكثر منها السكر فل. ايوه وتمرض يمكن تجيك امراض خطيرة مثل مرض السكر. صح. الله يعافينا يا رب منه يا رب ويشفي كل مريض. قول امين. امين. ممتاز. وش كمان برضه اللي مو حلو؟ المو حلو انك اذا اكلت حبه ايوه ما تشبع منها تاكل كل اللي في الكيس. يا سلام. وايش اللي مو حلو؟ السوس على طول يجي على اسنانك ويكسرها. يا سلام. وايش اللي مو حلو كمان في العظم؟ وتصدقون يسبب العظم كثرته ولا لا؟ في بعض الحلويات ما يبزين. يقولون فيها مواد. وراني قاعد افتي عليكم اليوم. يقولون فيها مواد مسرطنه. يقولون ها؟ يقولون. عشان كذا ادخلوا في جوجل وتاكدوا. حتى انا بتاكد. يتاكدوا من جوجل. طيب حلو كذا عرفنا الحلو ومو حلو. ايوه. بصفه عامه عبد الرحمن الحلويات المفروض حبايبنا الابطال ياكلون منها ولا ما ياكلون؟ صفه عن الحلويات. الحلويات الحلو فيها انك تاكلها وتتمتع عادي، بس الشيء المو حلو انك ما تكثر منها عشان ما تجيك امراض. يا سلام. اذا عبد الرحمن هذه الخلاصه. الحلويات ما في مشكله ناكل منها لكن ما نكثر منها. يا سلام. شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.